اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اليمن اصل الحكايه. يا طير مهما طرت في جو السماء لابد ما تنزل رضا ولا صميل، من ينفع تشرب اذا جاك الظما وان قلت ريشك يخزن الماء مستحيل. الجواب الطير اذا قطار عجز من رمى، وان مد ريشه يعبر الخط الطويل. هل شي بعلمك طير قد صاب عمى ولا بنى عشه على عابر سبيل؟ هذه المساجله التاريخيه بين مشروع الإمامة والمشروع الدستوري الجمهوري، بين رمز الثورة الدستورية علي بن ناصر القردعي والإمام يحيى الذي كتب على لسان شاعر، ولا يقول المؤرخين أن هذه الأبيات ليست من كلمات يحيى حمير الدين. نستحضر هذه الملحمة الخالدة في ذكرى ثورة 48، النواة التأسيسية للمشروع الدستوري الجمهوري. المساجلة بين الإمام والقردعي تشكل أحد مخاضات الثورة الدستورية والتي دشنها أيضا هذا الفارس. وعندما انطلقت الثورة الدستورية اليمنية في 17 فبراير 1948 وتم اغتيال الإمام يحيى حميد الدين عن طريق علي بن ناصر القردعي، كان أيضا بعد عودته من زيارة منطقة كانت تسمى منطقة بيت حاضر على يد مجموعة من الثوار كان بقيادة القردعي، أطلقوا عليه النار في سيارته، وحينها أدى إلى وفاته، وحينها بدأ الحديث عن الثورة الدستورية. أزيح آل حميد الدين من الحكم، تولى عبد الله الوزير السلطة كإمام دستوري، لكن الثورة تراجعت بعد أن قاد ولي العهد أحمد ثورة مضادة قضت على الحكم الدستوري الذي بدأ يتأسس بعد حوالي 25 يوما بحسب المرويات التاريخية، وتولي أحمد خلفا لأبيه. لم يقتصر الأمر على الحراك الثوري الذي حمل بداية دخول اليمن عصر التحديث، لكن كانت تحمل الثورة مشروع وأولويات للدولة. فقد أعلن عبد الله الوزير إماما جديدا، وتم تشكيل حكومة جديدة عدت خطة طموحة للدخول باليمن إلى العصر الحديث. قرر أيضا رئيس المجلس الوزراء في تلك الحكومة تعيين الفضيل الورتلاني الذي كان من أحد مهندسي الثورة أول مستشار عام للدولة. اختلفت المواقف في الدول العربية إزاء الثورة الدستورية في اليمن. أعلنت سوريا ولبنان تعاطفهما مع الثورة، ولم تؤيدها مصر والسعودي وإمارة شرق الأردن. وتقول المرويات أن الملك فاروق ملك مصر في تلك المرحلة أرسل سكرتيره حسين حسني إلى الملك عبد العزيز ملك السعودية لإبلاغ خطورة الثورة على عروش الأسر الملكية الحاكمة في البلدان العربية. فخشي عبد العزيز من إدخال حكومة دستورية وإصلاحات واسعة في اليمن تكون ممهدة لإصلاحات كثيرة في الجزيرة العربية. في 11 مارس 1948 أرسل عبد الله الوزير برقيات إلى ملوك ورؤساء الدول العربية وسفراء كل من بريطانيا، فرنسا، أمريكا ومصر. كانت تحذر أن صنعاء في خطر عظيم، أو ما اسماها بجحافل الإمامة، وطلبت حكومة الثورة من جامعة الدول العربية حينها الاعتراف. أرسل عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربي في تلك المرحلة لجنة تمهيدية إلى صنعاء للقيام بالتحريات عن أحوالها ومعرفة طبيعة ما يجري في البلاد، وتولى رئاسة اللجنة كما تقول المرويات التاريخية عبد المنعم مصطفى والدبلوماسي الدكتور حسن إسماعيل. وخرجت طائرة مصرية حربية تقل وفد الجامعة العربية، كان يقودها بحسب المرويات عبد اللطيف البغدادي الذي أصبح عضو مجلس قيادة ثورة يوليو في العام 1952. استقرت البعثة في صنعاء أسبوعين. طلب الدكتور حسن إسماعيل من الطيار عبد اللطيف البغدادي كما تقول المرويات إلقاء منشورات في تعز والحديدة وغيرها من مدن اليمن لتأييد الثورة ودعوة اليمنيين إلى الهدوء والالتفاف حولها. في 13 مارس 1948 تمكن رجال القبائل الموالين لولي العهد أحمد حمير الدين من محاصرة صنعاء من 10 أيام. تسلقوا أسوار المدينة، اندفعوا إلى الداخل ليقوموا بعمليات سلب ونهب واسعة النطاق في المدينة، فامتلأت الشوارع بالقتلى والضحايا، واستمر ذلك أكثر من 3 أيام، وهي المدة التي حددها أحمد حميد الدين لجحافل الإمامة لينهبوا صنعاء مقابل إسقاطهم المدينة. لكن النشوة
والظفر ولذة النهب استمرت أسبوعين، ودخل أحمد صنعاء وأعلن نفسه إماماً، أطلق على نفسه لقب الإمام الناصر لدين الله. تراجعت الثورة، ثورة 48 الدستورية التي لم يستمر نجاحها بحسب المؤرخ التاريخي سوى 26 يوماً. تم القبض على أكثر من قيادة الثورة، أرسلوا إلى منطقة حجة، وهناك أمر أحمد حميد الدين بإعدامهم في ميدان عام. لكن هل تراجعت الثورة؟ الثورة وضعت بذور من بينها رفع لافتة الدستور كخطوة سياسية متقدمة في بلد لم يكن يحوي شهادة جامعية واحدة في تلك المرحلة في العلوم السياسية أو في الشريعة والقانون أو في الحقوق أو في أي مجال من مجالات العلوم الإنسانية. تم بلورة فكرة الدستور التي عرفت حينها بالميثاق الوطني المقدس. انتظمت الدولة في حكومة الثورة وضمت العديد من الشخصيات الوطنية الذين كان معظمهم قد ساند عبد الله بن أحمد الوزير إماما دستوريا على نحو ما تسير به أرقى الأمم المتحضرة فيما يتعلق بميثاق وطني مكتوب أو بالمفهوم الحديث العقد الاجتماعي. كان فيه مواد لها علاقة بأحوال اليمن وأيضا تشخيص لحالة اليمن بسبب الاستبداد والأنانية الذي أشتهر بها حكام الأئمة وأساليب الحكم. أشارت أيضا إلى المظاهر الخادعة الكاذبة الذي لا تتفق مع موجبات الشرع ولا تضمن شيئا من الإصلاح الذي يوجبه الدين وتوجبه التشريعات. أيضا تضمنت هذا الميثاق الوطني الذي كان يشكل الوثيقة الدستورية لثورة 48 العديد من الإيضاحات والإشارة إلى كلمة المستقبل بكلمة أخرى عرفت بالاستقبال. تعد ثورة 48 أول ضربة مسددة إلى هيكل الحكم الإمامي وقلب نظامه الفردي، واستحقت صفة الثورة حسب تحليل القاضي عبد الرحمن الإرياني في حديثه لصالح الدحان المنشور بمجلة الحكمة حوالي عام 1973، لأنها وإن لم تغير نمط الحكم إلا إنها وهو الأهم قد غيرت الأساس الأيديولوجي للحكم من أساس فردي كهنوتي إلى أساس دستوري شوروي. وكان تركيب القوى التي قامت بالثورة يرمز إلى احتمالات واسعة لتطورات كثيرة من شأنها تعميق هوية الثورة لو كتب لها النجاح. بدأت ثورة 48 تخطو خطواتها الجميلة جدا بحسب دراسات المركز اليمني للدراسات والبحوث، وأيضا بدأت تبدأ يعني توضع المنح الفكري لفكرة الوطنية الحديثة التي كانت تحت لافتة الدستور. وضع أيضا ميثاق ملزم للإمام الجديد تضمنت المادة الثالثة بالنص تحويل نظام فردي استبدادي إلى شوروي دستوري. وأوصت المادة الرابعة من الميثاق وضع دستور يمني يقوم على لجنة يعينها مجلس الشورى من أهل الكفاءة والصلاح علما وعملا. وضع الدستور وفكرة الدستور بدأت تنظم شؤون السلطة والحكم، وهذه الأول مرة في تاريخ اليمن الحديث. وكان الشعب هو محور نظام الحركة، حركة الأحرار، منذ فترة الثلاثينات حتى قيام ثورة فبراير في عام 1948 الثورة الدستورية. وحسب مقال لنصر طه مصطفى أن نصف قرن كان من أجل البحث عن الاستقرار الدستوري، أشار إليه في كتابه الذي كان يحمل عنوان عموم آخر القرن. إلا أن شهرا من فبراير من عام 1948 لم يكفي لأن ينصرف الإمام الجديد وحكومة الدستوري ومجلس الشورى إلى وضع دستور يمني. وفترة شهر كانت فترة قصيرة جدا، وبدأت الثورة بالتراجع، وبالذات بعد أن أمسك أحمد يحيى حميد الدين بقميص أبيها القتيل وأجهز على عدد من قيادة الثورة الذين صورهم بدعاياته قتله بأمر النصارى والكفار. استنفر القبائل للثأر من الإمام الجديد الدستوري عبد الله الوزير الذي أكرم أيضا أحمد حميد الدين معظمهم بالمال بعدما بايعوا، وقام بالعديد من شراء الولاءات من جديد. تهيأت الطاغية الجديد أسباب الانتصار بما لديه من قوة شخصية وحضور مبهوت لخصومه وتعامل قوي أكسبه القبائل بدون إظهار ضعف أمامهم. وكان يفترض، وهذه من أهم الملاحظات، أن يكون إمام
أو رئيس أو زعيم الثورة الدستورية الجديدة على قدر من القوة الذي يفرض قوته في مواجهة الطاغية وبالذات في الحضور في وسط القبائل. استند طبعا إلى فكرة الغنائم وتهيج العديد من جحافل الإمامة للعديد من الغنائم وبالذات فيما يتعلق بصنعاء. هذه كانت واحدة جدا من أروع التحولات الدستورية التي شهدتها اليمن، والتي أيضا هنالك العديد من الأسباب التي أشارت إلى أسباب تراجع الثورة الدستورية في 48، لكن كان أقواها أثرا الجهل الشعبي العارم، والذي أدى سريعا بالنواها الأولى وبالخطوة الدستورية الأولى من ثورة النخبة والمفكرين والعلماء إلى التراجع. وكان هذا الجهل هو موضوع التلميح كثير من محرري صحيفة صوت اليمن التي كانت تصدر في تلك المرحلة في الحديث عن غوغائية تنجم عن بعض الثورات، لكن تم الإشارة بشكل كبير جدا إلى مستجدات تلك اللحظة، لحظات الثورة الدستورية، حيث كتب عنها العديد، وبالذات مقارنتها بالثورة الفرنسية الكبرى التي كانت تستند إلى شعب هو على جانب كبير من الحضارة والنضوج والثقافة بالنسبة إلى ذلك العصر. ومع ذلك فقد كانت صاحبة الثورة المصرية العديد، الثورة الفرنسية العديد من الاختلالات الجارفة والعديد من الأحداث الدموية الوحشية الرهيبة، إلا أن ثورة الدستور في اليمن والثورة الدستورية كانت على غير المتوقع في شعب جاهل، لكنها كانت أكثر نضج وأكثر تراكم، وثورة دستورية يعني لم تشهد تلك الأحداث الذي يمكن أن نسميها بالأحداث الدموية الواسعة، ولم تشهد تاريخ من القمع، ولم تشهد تاريخ أيضا من الضم والإلحاق. على الرغم أن الشعب اليمني كان محروم من الثقافة، مفلس من المال، غير متعود على ثقافة النظام والقانون، وغير متعود أيضا على الثقافة الدستورية، وعلى الرغم من المؤامرات التي تم إلحاقها بالثورة، وهو أيضا ما يدعو إلى الدهشة والإعجاب، وهي أيضا مناسبة تاريخية لقراءة هذه الثورة وما الذي وضعته من بذور وكيف تراجعت وما الذي أيضا وضعته من دروس كبيرة جدا، وبالذات أنها كانت تحمل بين طياتها مفكرين يمنيين كان الشعب يجهل عنهم الكثير. مشاهدي الكرام، للتوسع لدينا العديد من المصادر المهمة، وهو كتاب الثورة الدستورية لمجموعة من الثوار، دراسات للمركز اليمني للأبحاث، كتاب هموم آخر القرن النصر طه مصطفى، مادة مهمة عن الثورة الدستورية للباحث والكاتب لطفي نعمان. نذهب وإياكم لمشاهدة لقطات وصور قديمة للثورة اليمنية مصحوبة بمقطوعة ملحنة ليطير مهما طرت في جو السماء بصوت الفنان حسام علاية. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبا. إذا جاك الضماء قلت ريشك يغسل الماء مستحيل يطير ما مطر في جو السماء.